لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من جامع أنشئ قبل أكثر من 200 عام بجوار مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وسمي باسم بانيه، ويحتل مكانة بارزة في نفوس أهالي مدينة النجف الأشرف. معلومات أخرى نتعرف عليها من خلال هذه الحلقة. وأنت تغادر بغداد متوجها إلى مدينة مقدسة حباها الله بخصال ومزايا كثيرة، مدينة سميت بخد العذراء، بانيقيا، الغري، ووادي السلام، ومعنى اسمها في اللغة المكان الذي لا يعلوه الماء. وبعد أن جف البحر الذي يقع بجوارها سميت بالنجف الأشرف، حيث تشرفت هذه الأرض بضم رفات الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. البراق والمشراق والعمارة والحويش، هكذا قسم النجفيون مدينتهم قبل أكثر من 500 عام. ويعتبر صحن الإمام علي عليه السلام هو الحلقة المشتركة التي تربط جميع هذه المناطق، إلا أن منطقة العمارة تضم الجزء الأكبر حسب ما يدعي أهالي المنطقة ويفخرون بذلك، بالإضافة إلى ما تحتويه منطقتهم من صروح وشواهد تاريخية مهمة وبارزة أخرى، منها مسجد كاشف الغطاء. تعتبر مدينة النجف مدينة العلم والعلماء بعدما هاجر الشيخ الطوسي رحمه الله إلى هذه المدينة وأسس الحوزة العلمية التي أنتجت عشرات أو مئات العلماء والأسر الدينية الذين خلفوا لنا النتاج العلمي الكبير والواسع. وتعتبر هذه المدينة مع علمكم بأهميتها من ناحية العلم والثقافة وما خرجته من العلوم، هي مدينة الزهاد والعباد إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذه المدينة أسس فيها من الجوامع التي يذكر فيها اسم الله تعالى الكثير والقديمة، ومن ضمن تلك الجوامع القديمة التي تعتبر من أهم وأقدم الجوامع في النجف الأشرف هو جامع أو مسجد كاشف الغطاء الذي يقع في منطقة العمارة. وهذا المسجد قد بناه أو أمر ببنائه المرجع الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء، مؤسس أسرة آل كاشف الغطاء، والمتوفي في سنة 1228 هجرية. وبعدما اشترى نور الله
خان السنوي مساحة من الأرض تقع في منطقة العمارة، وأوقفها على الشيخ جعفر كاشف الغطاء ليبني فيها مسجدا ومقبرة ومدرسة على بعد 150 مترا من مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وبين بيوتات نجفية قديمة يقف شاخصا مسجد كاشف الغطاء بشكله المهيب العتيق، حيث يتراءى للناظر إنه أمام مسجد كباقي مساجد النجف الكثيرة. ولكن ما أن يطرق باب هذا المسجد ويدخل في تفاصيله يجد نفسه أمام صرح ديني تاريخي يحمل بين ثناياه ذكريات التاريخ ويروي لك أحداثا كبيرة. نعم شيخي، كيف تولدت فكرة إنشاء مسجد كاشف الغطاء للشيخ العلامة جعفر كاشف الغطاء رحمه الله؟ يعني لا شك ولا ريب يعتبر بناء الجامع عند العلماء والأتقياء هو صدقة جارية ينتفع بها يوم القيامة، وهو من أعظم الأجر لبناء بيت يذكر فيه اسم الله تعالى. وأيضا من المعلوم اختيار هذه المنطقة ممكن يعود إلى سبب يمكن أنه يعني يستدل به، أنه منطقة العمارة هي بالأصل هي مسكن لبيت الشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي كان يقع محاذاة للسور، سور النجف السابق. شيخي العزيز، متى أسس مسجد كاشف الغطاء ومن هو المؤسس؟ يعني بالتحديد ممكن أنه نعتبر أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء عندما أمر ولده الشيخ موسى وهو الابن الأكبر في بناء هذا الجامع، نستطيع أن نعرف أن من وفاة الشيخ جعفر كاشف الغطاء سنة 1228 هجرية نقول هي سنة تأسيس الجامع، ولا زال الجامع إلى وقتنا هذا يحافظ على تراثه القديم الذي يعود إلى أكثر حوالي من 200 إلى 250 سنة من القدم. الشيخ جعفر بن خضر الجناجي المولود في ناحية جناجة التابعة لقضاء الهندية في كربلاء، سكن وعاش في هذه المنطقة وكان رجل دين وعلم آنذاك، سمي بكاشف الغطاء نسبة إلى كتابه المشهور كشف الغطاء الذي جمع فيه المسائل الشرعية وأحكامها. قام هذا العالم الجليل ببناء المسجد على مساحة أرض تقدر بألف متر مربع، فأسماه مسجد كاشف الغطاء نسبة إلى كنيته، وأوصى بدفنه في المسجد بعد وفاته. فيما يخص تسمية كاشف الغطاء للأسرة، من أين أتأتت هذه التسمية ولماذا أطلقت على مسجد كاشف الغطاء؟ يعني من المعلوم أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي أسس هذه الأسرة الذي كان يلقب مسبقا العائلة كاملة بعائلة الشيخ جعفر الخضري المولود في منطقة جناجة، وسميت تحولت هذه العائلة إلى تسمية كاشف الغطاء من خلال تأليف الشيخ جعفر كاشف الغطاء كتاب اسمه كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، وهذا الكتاب في وقته نال من الصدى الكبير والذي كان مرجع لاهتمام العلماء. من هو المتولي حاليا شيخي لمسجد كاشف الغطاء؟ يعني من المعلوم أو الواضح أن لكل عالم عند وفاته أو قبيل وفاته يوصي أو يكتب وصيته أو يكتب وصيته قبل فترة من قبل وفاته، وتكون هذه الوصية ملزمة على أولاده وأحفاده. وقد أوصى الشيخ جعفر كاشف الغطاء الشيخ الكبير أولاده على أن يكون من الأبنية والبنايات التي بناها والتي أمر ببنائها أن يتولاها
من سلالته من ذريته من كان الأفقه والأعلم في القضايا الدينية. وإنه لقسم لو تعلمون وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون. من خلال أزقة ضيقة ومتداخلة تصنع الألفة بين ساكنيها نصل إلى باب المسجد الذي صنع من الخشب الصاج ضمن جدار بطول 20 مترا كتب في أعلاه اسم المسجد. عند اجتيازك لهذا الباب تواجهك باحة مربعة الشكل بمساحة 60 مترا. بعدها تدخل الحرم الذي يفصله عن الباحة 3 أبواب كبيرة تعلوها أقواس بنيت من الآجر والطين. أما سقفه فقد بني من الطابوق والجص أي العقادة وبطريقة يسميها النجفيون الدهنات أي القبب وهي طريقة قديمة في البناء. يستند السقف على 5 أعمدة ضخمة بنيت من الطابوق أيضا إضافة إلى وجود المحراب على الجدار الجنوبي وقد زين بالكش الكربلائي ومنبر خشب صغير تبدو عليه آثار القدم. من الجدير بالذكر أن جامع كاشف الغطاء ما يحتوي على قبة أو مئذنة على عكس ما يحي به للناظر من بعيد الذي عندما يقترب من المسجد راح يشاهد قبة تعود لمرقد الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله. طيب شيخي، لماذا لم يتم بناء قبة أو مئذنة لمسجد كاشف الغطاء؟ لم يذكر سبب واضح في الكتب والمصادر والمراجع لهذا السبب، لكن نستطيع أن نوعز هذا السبب إلى أن الجامع بسبب بنائه القديم لم تبنى في ذلك الوقت قبة واضحة للجامع ومنارة، لكن بنيت قبة كبيرة على مرقد الشيخ جعفر كاشف الغطاء مؤسس الجامع والذي هو يكون قبره بجانب الجامع مباشرة وعليه قبة ضخمة وهي مزار إلى الناس ولطلب مثلا قراءة الفاتحة عليه. إذن شلون تتم عملية رفع الأذان وقراءة القرآن في جامع كاشف الغطاء؟ يعني مسألة الأذان والإذان والإقامة لا تكون مرتبطة مباشرة بمسألة المنارة، من خلال السماعات الحديثة يقام فيه الأذان يوميا من الفروض الخمسة ويؤذن فيه بأذان طبيعي وبدون الاحتياج إلى مأذنة كبيرة. ميزة أخرى تضاف إلى مميزات مسجد كاشف الغطاء هي شكله وهندسته المعمارية
والتي تدل على أن هناك حملات إعمار وترميم عديدة أجريت عليه لكي يحافظ على شكله الحالي. شيخ أحمد، هل شهد مسجد كاشف الغطاء حملات ترميم وإعمار؟ قام الشيخ أحمد ابن الشيخ علي كاشف الغطاء بإعادة الترميم وبناء تلك الجدران التي سقطت، ولا زال الجامع إلى وقتنا هذا يحافظ على تراثه القديم. من أهم نشاطات المسجد قيام مؤسسيه ببناء مؤسسة علمية دينية ثقافية لها دور كبير ليس على مستوى العراق فحسب، بل على العالم الإسلامي أجمع. تقام في هذا المسجد فعاليات ومناسبات دينية كثيرة، منها إقامة صلاة الجماعة وإلقاء المحاضرات والدروس الفقهية، إضافة إلى إقامة مجالس عزاء عاشوراء وإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. يعتبر من أهم المجالس التي أقيمت في النجف الأشرف ما أقيم فيه من مجلس الخطباء ما يسمى، وهذا المجلس يرتقيه الخطباء خطيبا بعد خطيب ويوما بعد يوم في مدة عاشوراء، وهي في مدة محرم تقريبا كاملة، حيث يقوم أكثر خطباء النجف الأشرف وغير الخطباء من خارج النجف الأشرف بتعاقب على قراءة الخطابة فيه كل يوم، وهذا معتاد من قبل سنوات عديدة. وأذكر من المشهور أنه وما نقل أنه رحمة الله عليه الدكتور الشيخ الوائلي قدس سره قد ألقى فيه محاضرات عديدة وكثيرة في هذا الجامع. شيخي، تحدث لي عن طبيعة إنشاء المسجد، هل للصلاة فقط أم لإلقاء دروس والمحاضرات الفقهية؟ يعني أساس ما بني الجامع، دائما يؤسس الجامع للعبادة ولذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن من المعلوم أن مصداق أحد مصاديق العبادة هو طلب العلم، ويعتبر طلب العلم هو أكثر درجة وأكثر ثوابا حتى من العبادة، فيقر أن طالب العلم عبادته تعدل أكثر من 1000 زاهد من دون علم. ومن خلال أن طلبة الحوزة العلمية وجود مكان فيه مساحة كبيرة خالية، يستطيع طالب العلم أنه يأتي إلى الجامع ويحضر الدروس وللاستماع، وكذلك يدرس في تلك الجوامع، ومن ضمنها جامع كاشف الغطاء فيه دورات لطلبة الحوزة العلمية من مرحلة المقدمات إلى السطوح وحتى البحث الخارج. وتعتبر يعني هناك الكثير من المجتهدين والمراجع السابقين الذين درسوا في هذا الجامع وأكملوا دوراتهم الأصولية والفقهية في البحث الخارج، ولا زال إلى حد الآن إلى هذه الفترة أبوابه مفتوحة للدرس والتدريس وكذلك لإقامة الصلاة الصلوات الكاملة، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء الفروض 5. وأيضا أذكر من المراجع المتأخرين الذين درسوا دروسهم البحث الخارج ومن الأحياء الآن هو سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ بشير النجفي الذي أكمل جزء من البحث الخارج في هذا الجامع، وهناك الكثير من العلماء الذين درسوا كما ذكرت سالفا. لعمق المسجد التاريخي خطب وحضر فيه شخصيات وعلماء
لهم الأثر الكبير في العالم الإسلامي عامة والعراق خاصة. ولا ينسى النجفيون ورواد المسجد عندما كان يرتقي المنبر المرحوم الشيخ أحمد الوائلي، وتقام المحاضرات الدينية والفقهية والثقافية. إضافة لذلك كان يرتاد مسجد كاشف الغطاء بعض قراء القرآن الكريم المعروفين، منهم قارئ الصحن الحيدري الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسر الميزان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية